حقي أقوط أوركا إسكاشة قوضة مدى إسلامك أو أي سي دنجري حسين إبراهيم طه أيا وراغي أقوسك إرقى نمو كقدومي إرقى عصب دولة فدرالك سوماليا وفرنين دونا إرقى دا جوكتا دا سوماليا وقابل سن أوركا أو أي سي دطور إبراهيم آدن موسى هادا بمناسبة دا قد بنتا إي قدونك وراغاسي أقوسك وكاد عدي حرونتا أوركا أو أي سي إمقالة دا جدا أيا وحي لبدا مسؤولسي كوبان أوغا وضاها لين باهيدا لو قبو سيدي لو هرمان إلا سياسة دا يشتراج دا أوركا أو أي سي وقود تلقالي حقي جدا إملوين كدونة دا إسلامك يادو حقايا قود أو أي سي دنجري حسين إبراهيم طه وموجي إن مامول كسري أوركا أو أي سي إيقا عموين كسين دونان حلقا لوسو مقعابي إرقاق عصب دطور إبراهيم آدن موسى آدب إرقاق عصب دطور إبراهيم آدن موسى وكولن كاسي إرقاق من كسو جيدي أيا وغورين تي سيوين وقومات يلي حقايا قوت أوركا أو أي سي سيدي ديرنيت إيه لوغو سودوي حرونتا أوركا أو أي سي وحونا دطور إبراهيم سيقارا وحوسي إن إنتا وهايو حلقاسي حصب وكود دالي دونو بالارينتا حريركا إسكاتشيغا وحفظة قبسيغا سوماليا إلا لدهاي أوركا أو أي سي آدابا مناسبة داسي وكود عذي جوي آدو سرعي أيا وحاقو جوكا كوحيقينكا إرقيقا جوكتا دا دولتا سوماليا وفريا أوركا أو أي سي مدنى عبد الرحيم عثمان علمي iyo xogayaal labaad ee ergada joogtada Marwa Huda Ahmed Mahmud iyo masuulin kale oo ka tirsan OIC adaba urka iskaashiga islaamka ayaa waxaa la aasaasay 1996-gii iyadoo Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii la fikradii lagu abuuray urkaas oo haatan oo ay ku boobeen ilaa iyo 17 dal oo ka tirsan wadamada islaamka ahna urka labaad ee ugu weyn adduunka marka laga reebo qaramada midoobay علي جامع علمي على كوس راديو اي تلفزيون كاركا سوماليا سعودي عربيه.